ما زال البعض يحاول إثارة الخلاف ما بين العشائر العراقية من جهة وقوات الحشد الشعبي من جهة أخرى، تحديدا بعد الحادثة التي وقعت في منطقة الدجيل التابعة لمحافظة صلاح الدين، حيث سعى الكثير إلى استغلال ما حدث وخلق فجوة بين الطرفين، متناسيا بأن الحشد قد خرج وتأسس من رحم العشائر العراقية الأصيلة. الحدث اللي صار انا يعني مثل ما قلت لك هذه مو اعتباط، اكو نوايا واكو مخططات واكو دوافع معينه، والاعلام طبعا الاعلام الرخيص اللي استغل هذه الحادثه وجيرها الى شغلات اخرى، وخلى انه على انه العشائر الدجيل على خلاف مع الفصائل، وهذا ابدا ما له اي صحه. قد وصف شيوخ وأبناء عشائر منطقة الدجيل بأن ما حصل في مدينتهم لم يكن عفويا، بل كان مفتعلا من قبل جهات خارجية تحاول زرع الفتن بين الطرفين في محاولة منهم لإخراج قوات الحشد من محافظة صلاح الدين، ليأتي الرد من قبل عشائر الدجيل المطالبة بإبقاء قوات الحشد في مدنهم لصد كل من تسول له نفسه المساس بأرض مدينتهم. نحن كعشائر قضاء الدجيل نرفض هذا القرار ونشجبه، ونطالب دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الحشد الشعبي بالإبقاء على الحشود الموجودة في محيط الدجيل وبلد والمناطق الصامدة كلها، بل نطالب بزيادة هذا العديد لأجل إيقاف تمدد وتقدم داعش الإرهابي إلى مناطقنا الصامدة المنتصرة. أبناء الدجيل كلهم قاتلوا صفا واحدا مع الحشد الشعبي، وأن الفصائل الموجودة في قضاء الدجيل قدمت ما يقارب 813 شهيد على حدود الدجيل من أجل تبقى المدينة صامدة ويبقى العلم والراية عالية بهذه المدينة. هذا وقد وثقت كاميرا مديرية الإعلام الحربي حجم الترابط ما بين قوات الحشد الشعبي وشيوخ وأبناء العشائر، ليمثل ذلك ردا صاعقا للعدو المشترك، كما وثمن أبناء قبائل منطقة الدجيل التضحيات والبطولات التي قدمها الحشد